المدينة نتيجة هذا القول، فهل سأؤمن به؟ هذا السؤال اللي أودي. شكرا لكم أخونا. تفضل أخونا الفهد. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ وعد وحيا الله. حياك الله أخونا تلميذ ابن عثيمين. الله يبارك فيكم ويحفظكم. حياكم الله وحفظكم بالإيمان وحسن طاعة الرحمن وحيي الأخوة جميعا. أنا أولا على من آذى الله ورسوله في من ذكر يزيد بالترضي عليه، ثم الآخر ما هو عنوان الحلقة حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقوله تعالى: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. هذا الرجل الذي قبل قليل كان يترضى على من عاد الله ورسوله، فهذا هو عدو لله ولرسوله، ويبشر بالعذاب الذي توعده الله له بهذا العذاب الأليم والعذاب المهين له. لأن كما يعلم الأخوة جميعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بكى ولده الحسين عليه السلام، وبكاه أذن وحزنا، ومع هذا كله يترضى عن عدو الله ورسوله، ويترضى على من استباح حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستباح أعراض المسلمين والمؤمنين، واستباح أموالهم وأرواحهم ودمهم. ومع هذا كله يا أخوان نرى إلى هذا اليوم، وهذا حقيقة يعطي صورة أخرى لعل الأخوة يتأملون، أن هؤلاء الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال الأثر منهم موجود، كحال الذين قبل قليل ترضوا على عدو الله ورسوله فهم أتباعه، ومن رضي بفعل قوم فهو منهم. لكن والله يا حاج وعد، لهذه النصرة لرسول الله ولآل بيته مر علي قول الحق سبحانه عز وجل: إنا كفيناك المستهزئين. فوجدت أن هؤلاء الشيعة حفظ الله لهم هذا الدفاع وهذه النصرة لنبيه، لله أولا ولنبيه ولآله ولأصحابه وللمؤمنين، حفظ الله لهم هذا الأجر وهذا الدفاع وهذا الجهاد. وقوله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فوجدت أن هؤلاء الجنود متمثلين بأشخاصكم وبكل من ساهم اليوم في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أولا. مع أشهد الله حقيقة أنا كنت سأتنازل عن المداخلة لأنني تألمت جدا، وهذا لا يمكن أن يرتضيه مسلم اليوم ويسمع هذه الأصوات الخارجة عن الملة شرعا وعرفا وبكل ما تعنيه الكلمة. لعلنا نرجع إلى الموضوع الحلقة الذي تفضل به الحاج وعد اليوم في هذه البث المبارك. لابد أن نذكر قول الحق سبحانه عز وجل، وهذا طعن في آيات الله وفي كتابه من يدعي أن النبي كان ضالا، لقول الحق سبحانه وتعالى: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. ليس كذلك يا أخوان؟ هذا الاختيار الرباني لم يكن في محله في معتقد هؤلاء. وقوله تعالى: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. فكذلك هؤلاء لا يؤمنون، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث مسلم: أنا سيدي ولد آدم يوم القيامة. طيب، إذا كان هذا السيد بهذا الفضل الذي أراده الله، فكيف يتقدم فضل من دونه كما ضربت المثال في عيسى عليه السلام يا حاج وعد حفظك الله ورعاك؟ كيف يتسنى لنا أن نأخذ من هذا المفهوم الآن؟ أنا لا أجد أنه له استقامة لا عقلية حقيقة ولا شرعية، ولا في كتاب ولا في سنة ولا في غيرها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعبد الله عز وجل في الليالي ذوات العدد في غار حراء،
حتى اشتهر في قومه بذلك، وقالت قريش إن محمدا قد عشق ربه. تلك هي الضلالة الذي أشار قد عشق، ذكره الإمام الغزالي في الإحياء للأخوة، أن يرجعوا إليه. إذن ما استفيد أنا، ما الفائدة يا حاج وعد حفظك الله ورعاك في شق صدر النبي ورفع هذه العلقة في طفولته عندما كان عند حليمة لنزع هذه العلقة الذي قيل بأنها حظ الشيطان، وفي مسلم كذلك عند الشيخين؟ الآن أنا أريد أن أفهم، هنا ضال في الكتاب وهنا قد رفعت عن هذا التضليل وهذا التناقض، من يأخذ به هذه العقيدة؟ كيف تستوي الآن؟ أنا أريد هذا المفهوم من هؤلاء الذين يقولون ذلك. الله سبحانه عز وجل يقول ما ضل صاحبكم وما غوى، ويقول ابن عباس لم تكن له ضلالة معصية أبدا ووجدك ضالا فهذا، نظير قوله تعالى حكاية أولاد سيدنا يعقوب عليه السلام الذين قالوا لوالدهم قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، أي في كثرة حبك وانشغالك بيوسف. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عظيم الحب منشغل الفؤاد بالله تعالى، فهداه الله تعالى إلى هذه الرسالة. والغريب عند هؤلاء من رجعوا إلى اللغة، الضال في اللغة هو المحب، وجدك محبا للمعرفة، وجدك محبا للقرب، فمن عليك بها، هذا ما أراده. وكذلك جاء في كتاب الحق إنك لفي ضلالك القديم في حبك ليوسف. فأنا لا أجد مقاما عقليا مقبولا ممكن أن يؤخذ به من المفهوم الآخر المغاير لهذا المفهوم. هم خالفوا هؤلاء فقط لانتقاص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذمه. ثم إذا رجعنا يا سيدنا يا حاج وعد حفظك الله ورعاك، إذا كانت تربة تحوي النبي بالسماوات السبع والأراضين، وحملت العرش والعرش والكرسي وجنة عدن كما قال ابن عماد الحنبلي، وكذلك السبكي، وكذلك القاضي عياض اليحصبي، وابن الهيثمي، والكثير منهم سئلوا عندما سئلوا أعظم قبر النبي أم الكعبة؟ قال إن أردت القبر دون الجسد، دون أن يحوي الجسد، الكعبة أفضل، لكن إن أردت القبر والجسد فيه. لاحظوا يا أخوان، هذه التربة ليس الجسد، هنا يقولون عن التربة. هؤلاء شيخ الحنابلة في عصره وهو ابن عماد وابن عقيل ماذا يقول؟ يقول إن أردت القبر والجسد فيه، ويتحدث عن القبر الذي احتوى جسد النبي فقط. قال فلا والله، ولا السماوات السبع ولا الأراضين ولا جنة عدن ولا الكرسي ولا العرش ولا حملته ولا اللوح المحفوظ ولا الأكوان الدائرة الأفلاك الدائرة، لأن بالحفرة جسدا لو وزن بالكونين لرجح. فقط التربة التي احتوت قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من بعد ذلك ترى هؤلاء يحاولون أن يلبسوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونقول لهم وجدك ضالا، أي معناها محض المودة، فسقاك كأسا من شراب القربة والمودة فهداك به إلى المعرفة التي أرادها الله في رفعة مقامك، وقد رفعه الله وكان نبيا وآدم منجدل في طينته، وكان نبيا وآدم بين الروح والجسد، لذا كيف يتقدم؟ انفوا هذه الروايات، اطعموا، ارفعوا هذه الآيات التي حفظت مقام النبي. أنا لا أعلم كيف أخذ الآن، هل تضع هذه العقول وهؤلاء المسلمين وأنتم تبحثون عن ضرب من أضرب الدعوة في سبيل الله تعالى وهي أعظمها، ثم تلبس على الآخرين؟ شكرا يا حاج وعاد، وشكرا للأخوة. لا أريد أن أطيل، والله لو تحدثنا فقط في ذلك لن يكون